بعد زيارتنا لمستشفى 57 53 حابين نقوم بمذكرة تفاهم بين جمعية أصدقاء مرضى السرطان والمستشفى لتفوق الإدارة في البحوث العلمية وفي موضوع تعزيز مفاهيم السرطان وأهمية وعي السرطان المجتمع وتوعيته بالسرطان. أثناء زيارتنا لأقسام المستشفى شفنا أن عدد الأطفال المراجعين والمقيمين في المستشفى يعني يفوق الأعداد اللي ممكن يتحملها المستشفى، فمهم علينا كلنا يعني سواء في دولة الإمارات أو في مصر أو العرب كلنا أن نتكاتف في موضوع توسعة مستشفى 57-53 بحيث أن الإضافة اللي محتاجينها يضم 300 سرير، وحابين من خلال الزيارة هذه نشوف كيف ممكن نعزز بين دولة الإمارات وبين مصر في موضوع نكاتف الجهود في الصراع ضد سرطان الأطفال. مؤسسة مستشفى 57-53 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة.